كتار منكن أخدوا كلامي بجدية لما طلبت منكن تبعتولي أسماء المواضيع يلي مشتاقين تسمعوا عنا، خاصة عن كلام قاله يسوع وأنتو حاسينه صعب. تقريبا أغلبية يلي كتبوا هالمواضيع وبعتولي إياها سألوا بشكل خاص شو كان قصده يسوع لما قال أنا ما جيت لجيب سلام لكن سيف. وقلت لنفسي هيك بينوضع الراعي بمواقف صعبة. لكن رح جرب اشرح هالموضوع اليوم، وبدي اياكم تفتحوا معي انجيل متى الاصحاح 10 ابتداء بالآية 34. متى 10:34. عادة نوصل لصلب الموضوع بعد ما نعمل مقدمة، لكن لنص مثل هيدا نحن مش بحاجة لمقدمة لأنه كتير واضح. وحتى اشرح لكم هالكلام بدنا ناخد وقتنا نحن وعم نطلع هالنص ونشوف شو كان يسوع عم بيقصد بهيدي الكلمات. وهلأ بدي ادعيكم توقفوا معي نحن وعم نقرأ كلمة الله مع بعض. الإنجيل بحسب متى البشير الإصحاح 10 والآيات 34 و35 و36. لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها وأيضا الكنة ضد حماتها، مع أنهم مش محتاجين مساعدة. وأعداء الإنسان، أعداء الإنسان أهل بيته. من فترة قصيرة صار شغلتين خلوا أفكاري تتبلور وتنضج بهذا الموضوع. كان في شاب عم بيحكي عن خدمة انضم إلها صار عضو فيها. من أول التعليمات يلي قالوا له إياها لما انضم للخدمة قالوا له ما تقول إنك مسيحي، والسبب إنه ناس كتار بيسيئوا فهم كلمة مسيحية. ببعض الأحيان كلمة المسيحية بيكون إلا مدلول سلبي عند ناس كتار، فقالوا له فيك تقول إنك من أتباع يسوع المسيح إذا سألوك، وحتى لما أنت تقدم لهم يسوع قدمه كصديق. نقطع السطر. ومن أسابيع قليلة واحد من أصدقائي خبرني عن مذكرة أصدرها راعي كنيسة إنجيلية كتير كبيرة، كتب فيها لفريق الخدمة لائحة بالممنوعات، الكلمات يلي مش لازم تذكروها، المصطلحات يلي أنتوا بتعرفوها وأنا بعرفها لأنه نحن كمسيحيين نستخدم تعبير غريبة والناس يلي خارج الكنيسة ما بيقدروا يفهموها كأنه عم نحكي لغة مختلفة. كرمال هيك بنقدر نفهم لما أصدر هيك مذكرة لفريق الخدمة بطلب أنهم ما يستخدموا تعبير الولادة الجديدة أو التحرير من الخطية أو الجحيم أو اللعنة أو الدينونة الأبدية أو العذاب الأبدي، ما يستخدموا هالكلمات أبداً. لكن هلأ بدي خبركن على الصعيد الشخصي، بدي أحكي هلأ على الصعيد الشخصي مش بصفتي راعي لكن من وجهة نظري الشخصية. الألم الكبير يلي حسيت فيه شخصياً من وجهة نظري الشخصية وبطريقة فهمي للأمور ومعرفتي لكل يلي بعرفه ويلي اختبرته بشكل خاص بأول 19 سنة من حياتي، مش عم بطلب منكن حتى انكن تختبروا يلي عم بختبره أو تحسوا يلي عم بحسه. برأيي هيدي ظاهرة واضح انها عم بتحاول تنتشر بهيدا البلد، وأنا عم بخبركن ببساطة عن الألم الكبير بداخلي اتجاه الوضع يلي وصلت لإلو سقفتنا. وبالنسبة لإلي ما في شيء كان بيفاجئ إنه لما يسوع قبل ما ينتقل للآية 34 ويقول ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، ابتدأ بالآية 32 يقول فكل من يعترف به قدام الناس أعترف به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره قدام أبي الذي في السماوات. قبل ما يبتدي يسوع يحكي عن السلام حكي بالأول عن الاعتراف فيه أمام الناس. شو يعني أنه نعترف بيسوع أمام الناس؟ بدي منكم تسمعوني بانتباه، الموضوع كتير أكبر من أنه نقول فقط أنا من أتباع يسوع المسيح. الموضوع كتير أكبر من أن نقول أنه أنا بتبع يسوع المسيح، خاصة إذا كان هالأمر بفيدني بتجارتي بصفقات التجارية.
لكن الموضوع أكبر بكتير من أنك تعترف ببعض الحقائق عن المسيحية وعن يسوع المسيح وتأيد هالحقائق. الموضوع أكبر بكتير من هيك. الاعتراف بيسوع المسيح علناً بيعني أني ما بخجل أعلن أنه يسوع المسيح هو كل شيء بالنسبة لي. الاعتراف بيسوع المسيح علناً بيعني أنه هو ربي ومخلصي الوحيد. حتى لو تعرضت للاستهزاء، حتى لو تعرضت للخسارة المادية، ونعم حتى لو تعرضت للأذى الجسدي. هل هذا بيعني أنه إذا المؤمن زل بأمانته أو بأمانته وبوقت من الأوقات نكر إيمانه، الله مش رح يغفر له؟ هل هي خطية لا تغتفر؟ أكيد لا. بطرس أنكر الرب يسوع المسيح 3 مرات، ولما تاب الرب يسوع المسيح مش فقط غفر له لكن أنعشه من جديد. تيموثاوس كان قائد عظيم بالكنيسة، وواضح أنه في وقت صار دبلوماسي وسياسي وحاول يرضي مختلف المجموعات بالكنيسة، وواضح أنه صار متردد بإعلان الإنجيل بجرأة وجهارة بسبب الخوف. اسمعوا شو كتب له الرسول بولس وشو قال له ب2 تيموثاوس 1:8: أما أنت فلا تخجل من أن تشهد عن ربنا. لكن يا أحبة بدي أقولكم أنه في فرق كتير كبير بين الزلات وبين الخجل الدايم بخصوص الرب يسوع. في فرق كتير كبير، لأنه الله دايما بيسمحنا على الزلات. الله دايما مستعد أنه يرد يلي بتزل إجرن. الله دايما أكتر من مستعد أنه يخدنا ويضمنا بين إيديه لما نتوب ونرجع له. كرمال هيك يسوع بحذرنا، هو قال: لم آتي لألقي سلاما على الأرض بل سيفا. هل هيدا تناقض؟ أبدا يا أصدقائي. لكن بقدر أفهم. عدة مرات أنا حاولت أوضع نفسي مكان شخص ما بيأمن أبدا، حاولت أوضع نفسي مكان شخص بيقرأ الكتاب المقدس وحقيقة مش عم بيفهم شو هو فحوى الإنجيل، وهو بيبتدي يقرأ هيدي الكلمات: لم آتي لألقي سلاما بل سيفا. لو ما كنت تلميذ ملتزم بالرب يسوع المسيح كنت قلت: لحظة، ما بدي هالأمر. مش هيك؟ بقصد مش منطقي. بقصد لو أنا ما كنت بعترف أنه يسوع المسيح هو مخلص نفسي والرب بحياتي، وسمعت أو قريت هيدي الكلمات من آلي ومكتوبة بالكتاب المقدس، ما كنت رح أقبل كون مسيحي. بقصد أكيد كنت رح فكر أنه العالم كله مليان سيوف وأنا عم فتش على السلام. كنت رح أقول أنه العالم كله مليان حقد وغضب وأنا عم فتش على السلام بحياتي وحياة عائلتي. في كتير ناس شاعرين بالتعب والضغط وعم بيفتشوا على السلام الداخلي. تقريبا كل الناس يلي بعرفهم بدهم هيدا السلام يلي مش عم بيلاقوه بالعالم. فإذا عن جديد، إذا هيدا هي الحالة، شو كان قصده يسوع لما قال: لم آتي لألقي سلاما بل سيفا؟ شايفين؟ إذا بتاخدوا كلام يسوع بهيدي الآية حرفيا، رح تستنتجوا إنه هيدي أسوأ حملة تسويقية بتاريخ العالم. بكل تأكيد هيدا مش تسويق جيد، هيدا مش رجل مبيعات بارع. ظاهريا يسوع مش فعلا متكلم ومحفز جيد. أكيد هو ما كان عم يكسب أصدقاء أو يأثر بالناس لما قال هالكلمات، لكن بالواقع هالكلمات ما إلها علاقة بالسلام الداخلي يلي وحده يسوع المسيح قادر يعطيكم إياه ويعطيني إياه. ما إلها أي علاقة بالسلام الداخلي يلي مش ممكن تحصلوا عليه إلا لما تستسلموا للرب يسوع المسيح. ما لها أي علاقة بموضوع السلام الداخلي. هيدا مش تناقض أبداً. بدي بيّن لكم بعد لحظات أنه الكتاب المقدس خالي من أي تناقضات وأنه متناسق بالكامل. إذا أخذتوا هالكلمات حرفياً
توقعوا بمشاكل. لكن انتو لازم تفهموا كيف الشعوب السامية تحكي. لازم تفهموا تركيبة اللغات السامية ودلائل التعبير، لأنه كتير من الناس ما بيفهموها وبيبعدوا عن المسار الصحيح. هن بالواقع ما بيفهموا كيف بيتركب الكلام، ما بيفهموا لغة هداك الزمن، تعبير هداك الزمن، ولا بيفهموا الثقافة يلي ولد فيها الكتاب المقدس. لازم تفهموها. كان يسوع عم بيحكي مع تلاميذه يلي كانوا سبق واختبروا السلام الداخلي يلي عطاهن ياه. كان يسوع عم بيحكي مع تلاميذه يلي ما كانوا بيعرفوا ابدا السلام الداخلي، هالسلام يلي جاي من معرفة انهم غفرت خطاياهم وهن على طريقهم للسماء لحد ما التقوا بيسوع. لازم تفهموا انه كان عم بيتوجه لالن. كرمال هيك قدروا فهموا انه ما كان ابدا عم بيحكي عن السلام الداخلي يلي بيعطيه يسوع وحده. كان عم بيحكي عن نوع مختلف من السلام، عن السلام الخارجي. رح اشرح الامر بعد لحظات. كان يسوع عم بيعدهم حتى يفهموا انه انجيل السلام الحقيقي يلي حصلوا عليه ويلي عطاهم السلام الداخلي رح يكون مرفوض من الناس. كان يسوع عم بيعدهم تا يفهموا انه انجيل السلام الحقيقي يلي صالحنا كخطاط مع الله القدوس وحده يسوع المسيح رح يتممه. فهموا انه هيدا هو السلام يلي بيعطيه يسوع المسيح. هن فهموا انه مش عم بيتكلم عن هالامر، فهموا انه انجيل السلام الحقيقي يلي قبلوه يلي امنوا فيه رح ينرفض من الناس، والاشخاص يلي رفضوا انجيل السلام رح يرفضوا ايضا المبشرين بهذا السلام، رح يرفضوا ايضا المبشرين بهذا الانجيل. ولما هود الناس ياخدوا هالموقف ويرفضوا انجيل السلام رح يوقع الصراع ويغيب الاتفاق بينهم وبين يلي قبلوا وامنوا فيه. شايفين هذا السلام الخارجي من السلام الداخلي؟ وبتعرفوا هالامر رح نشعر فيه خاصة لما يلي عم يرفضوا سلام الله يكونوا اعز وأقرب الناس لألنا. وهيدا يلي عم بحذرنا منه يسوع. بدي خبركن اختبار شخصي عن معنى هالكلام. بسنة 1997 اندعيت لواشنطن دي سي من قبل مجموعة سياسية كبيرة من المحافظين، منظمة كتير مشهورة. دعوني حتى صلي صلاة الافتتاح. كنت شاعر بالقلق وعم بتسائل إذا كانوا حقيقة بيعرفوني بشكل كافي حتى يطلبوا مني قوم بعمل هالقد خطير. سألت رئيس المجموعة مباشرة قبل الاجتماع وقلت له أكيد مستعدين إني صلي؟ قال لي بفرح أكيد نحن مستعدين لصلاتك. قلت له منيح. فقمت وابتدأت صلي، ولما خلصت ونهيت الصلاة قلت ببساطة بصلي بالاسم يلي فوق كل اسم، اسم ربي يسوع المسيح. بالواقع لما قلت أمين كنت فعلا قادر اسمع صوت الجليد يلي عم بطقطق بكل أنحاء القاعة. شي ما بيتصدق. إذا ما عشتوا الموقف يلي أنا عشته صعب تفهموا يلي عم بحاول خبركن ياه. بالآخر رجعت وقعت بمطرحي على واحدة من الطاولات الأمامية، وكان في شخص جالس على نفس الطاولة وكان غضبان لدرجة أنه وجهه صار أحمر حرفياً. كان عم بيصر على سنانه وحاولت كون كتير لطيف وجامله، بتعرفوا كيف. لكن كان صمته صمت شخص مهان كتير وكأنه تدنس. وأخيراً هالشخص صر على سنانه وقال ليه انت ذكرت هيدا الاسم؟ ابتسمت من جديد وقلت له اي اسم؟ كان بدي يلفظ هالاسم. لكن ما لفظه. اكتشفت بعد فترة انه كان واحد من الممولين الكبار للجمعية. وكنت اكيد انه هيدي اخر مرة بيدعيني فيها الرئيس.
بقيت قاعد بكل لطف ومحبة، لكن كنت عم بتمزق من الداخل، والرب بيعرف انه يلي عم بقوله كتير حقيقي. كنت عم بتمزق من الداخل، ما كان بدي هالشي يصير، ما كان قصدي الإساءة، لكن حاولت اشرح له شو بيعني لي هالاسم وكيف هالاسم خلص حياتي، وانه هالاسم هو كل شيء بالنسبة لي، واني مستعد موت كرمال هالاسم. بالحقيقة ابتدى يلين شوي، لكن مش رح ادعي قدامكن اني جبته للمسيح، لكن تعرفوا هالموقف علمني درس كبير فعلا. علمني هالأمر، علمني، وإذا بعدني بتذكره لليوم هو لأنه بالأكيد ترك أثر كبير بفكري وبقلبي، لأنه خلاني أشعر بالاضطراب. اسمعوا، أنا إنسان بشري وبدي أنه ناس تحبني مثل أي شخص تاني، وبدي ناس تقبلني مثل أي شخص تاني. أنا مش مكون من جليد، فهالأمر خلاني أشعر بالاضطراب، خلاني أشعر بانزعاج بروحي، ومن الواضح أنه خلاه يشعر بالغضب، وما كان بدي هذا الشيء يصير، وأبداً أنا ما بدي يصير هالأمر. لكن شعرت أنه انسلب مني هالسلام يلي كان بداخلي، صار في فصل بيني وبين هالشخص. هل أنا ندمان على يلي صار؟ مستحيل اندم. هل بتمنى لو أقدر غير يلي قلته؟ ولا للحظة. هل برجع أعمل الأمر نفسه؟ بكل تأكيد. لكن ما بقدر أنكر واقع أنه هيك نوع من المواجهات ممكن يضيع سلامنا ويخلينا نشعر بالاضطراب. هيدا هو تماماً يلي كان يسوع عم بيحكي عنه. خلوني أقرب لكم الموقف أكثر حتى تفهموا قصدي. بآخر النهار هو راح بطريقه وأنا رحت بطريقي، لكن تخيلوا لو هيدا الشخص كان قريب مني وعزيز علي، تخيلوا لو كان أم أو أب أو أخت أو خي أو ابن أو بنت، تخيلوا لو كان شخص عم بعيش معه يوم بعد يوم، تخيلوا فقط لو كنت مع هالشخص كل يوم بيومه، تخيلوا لو كان هالشخص قريب مني وعزيز علي. ما بقدر إلا أتخيل، ما بقدر إلا أتخيل، لأنه حقيقة 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 ما بقدر أتخيل هيك موقف. ما بقدر أتخيل حالي عايش بهيك ظروف. شو بعمل بالخلاف الدايم، بالغضب الدايم، والنزاع والخصام الدايم، والأرق الدايم؟ هلأ يسوع عطاني السلام الداخلي وعطاكن ياه أيضا إذا كنتم مؤمنين فيه. عطاكن السلام الداخلي وما حدا بيقدر ياخده منكن، بغض النظر عن المحيط يلي عايشين فيه، بغض النظر عن الظروف يلي عايشين فيها، بغض النظر عن العلاقات يلي عندكن ياها. ما حدا بيقدر ياخد منكن السلام الداخلي يلي بيعطيكن ياه يسوع، ما حدا بيقدر ياخده منكن. وبالرغم من هيك سلامكن الخارجي ممكن يهتز. هيدا هو سيف التفرقة بين يلي بيعرفوا سلام الله يلي بيعطيه الرب يسوع المسيح، ويلي رفضوا سلام الله. هيدا يلي عم يحكي عنه يسوع، هيدا هو معنى الآية. خلوني قلكن شو قال الرسول بولس بكورنثوس الأولى الإصحاح 7. ما بدي تسيئوا فهمي، لكن يلي رح قوله كتير مهم، وحتى يكون حقيقة تجاه كلمة الله لازم ننبهكن عليه. كورنثوس الأولى الإصحاح 7، كان الرسول بولس مدعو لخدمة الأمم يلي إجوا للمسيح، ويلي ما كان عندهم الكتب المقدسة اليهودية، وما كان عندهم أي خلفية، ما كان عندهم إبراهيم، ما كان عندهم العهد، كان كل شيء بخص الملكوت جديد عليهم. كان شخص بالعائلة يصير مسيحي والتاني لا، كان طرف من الزوجين يصير مسيحي والتاني لا. اسمعوا شو قال لهم الرسول بولس. قال إذا الطرف غير المؤمن من الزوجين، اسمعوني منيح، إذا الطرف الغير مؤمن من الزوجين قبلان أنه يعيش مع الطرف المؤمن، ساعتها افرحوا وحافظوا على زواجكم. أما إذا الطرف غير المؤمن من الزوجين قال ما بدي أعيش مع هالحالة، وقال ما بدي يسوع هيدا، قال ما تبقوا معه أو معه، تركوا يترك. هيدا يلي قاله هون الرسول بولس. تعرفوا ليه؟ بتلاقوا جواب بالآية 15. الآية 15
بكورنثوس الأولى الإصحاح 7، فالله قد دعانا في السلام كرمال سلام المؤمن. إذن لما يسوع يقول لم آتي لألقي سلاما، بأسلوب اللغات السامية من فضلكم اسمعوني، هيدي الطريقة السامية يلي بينقال فيها، هيدي الطريقة السامية للتعبير عن يلي ممكن يصير معنا، يلي رح يعملوا معنا الناس يلي بدهم يرفضوا سلام يسوع المسيح. رح يسببوا لنا الخسارة المؤقتة للسلام الخارجي مش للسلام الداخلي، رح يسببوا لنا الخسارة المؤقتة للفرح الخارجي مش للفرح الداخلي، رح يسببوا لنا الخسارة المؤقتة للهدوء الخارجي. كيف لازم ينعكس هالشي على حياتنا؟ نحن يلي منحب الرب ونحن يلي وثقنا فيه بأنه هو مخلصنا، هو وحده، مش هو والشغل، هو وحده. كيف بينعكس هالشي على حياتنا؟ بعض الناس بيفكروا أنه المقصود هو أنه المؤمنين لازم ينغلقوا على بعضهم ويتجاهلوا أي شخص من خارج الكنيسة. بالواقع هيدا مش صحيح. نرجع على كورنثوس الأولى، لما بولس بيطلب من المؤمنين يوقفوا أي شركة مع المؤمن يلي بده يعيش بالجسد والخطية، قال لهم ما توقفوا أبدا علاقاتكم مع الخطاط. ليه؟ لأنه نحن النور، نحن الأشخاص يلي بده يستخدمهم الله حتى يرجع الخطاط لإله، لأنه يسوع هو السيف يلي بيقطع، لأنه يسوع هو السيف يلي بيقطع. هيدا ما بيعني إننا نبتعد عن الشخص غير المؤمن بعائلتنا، هيدا ما بيعني إننا نبعد عن صديقنا الغير مؤمن، هيدا ما بيعني إننا نبعد عن جارنا الغير مؤمن أو زميلنا. هيدا أمر مش لازم يصير. لازم نحب باستمرار ونعطي باستمرار ونخدم باستمرار ونساعد باستمرار ونمد دايما يد المساعدة. رح خبركن عن السبب، عن باقي القصة مثل اسم كتاب بول هارفي وهو بكورنثوس الأولى الإصحاح 7. بولس قال إذا الغير مؤمن بعائلتك بده يبقى معك خليه يبقى، قال لأنه الشريك الغير مؤمن بيتقدس بالشريك المؤمن. شو بيعني هالكلام؟ بيعني أنه لما الله يمد إيده ويجذب له شخص من العائلة، بيكون بحسابات الله وبحسابات السماء في خطة لافتقاد العائلة بأكملها، فما تتخلوا عنهم أبدا. بالواقع بدي أقول كلام على مسؤوليتي وفيكن ترجعوا تحاسبوني عليه إذا ما كان صحيح. إذا الله وضع شخص معين على قلبكن ودفعكن تصلوله بحرارة واستمرارية، هذا بيعني أنه الله عنده خطة لهالشخص، وأنه صلاتكن هي جزء من خطة الله لحياة هذا الشخص. لازم نحب الجميع بكل تواضع، حتى الناس اللي بيكرهونا والناس اللي بينتقدونا والناس اللي بيرفضونا، لازم دايما نحبهم ونحاول دايما نوصل لألهم. والثمن يلي ندفعه من اضطراب السلام الخارجي ما بيتقارن بالفرح يلي منحس فيه لما نشوفهم جايين عند يسوع. ما في مجال للمقارنة. يمكن يكون اليوم في شخص موجود بهالمكان دعاك صديقك حتى تجي، وانت عارف انه صديقك بحبك وبيصلي من اجلك، وانت شايف السلام الداخلي الموجود عند صديقك وعم بتقول يا ريت بقدر احصل على السلام الداخلي، وسبب مجيئي على هالكنيسة اليوم هو اني عم فتش وعم ببحث، بدي احصل على السلام الداخلي بحياتي. تقدر تحصل عليه اليوم بهيدي اللحظة اذا طلبته رح تاخده. الله ما بيعمل شي بالصدفة، وما جابك على هالمكان بالصدفة، جايبك على هالمكان لأنه فيه له قصد، لأنه بده يعطيك السلام الداخلي اللي ما حدا بيقدر ياخده منك بغض النظر عن ظروفك الخارجية. اللي لازم تعمله لما نصلي هو تقول يا رب يسوع تعا على حياتي، اغفر خطاياي، أعطيني هالسلام، السلام الداخلي يلي ما حدا بيقدر ياخده مني.